أهلاً أهلاً بسيدي الرجالة. عامله لك وكل هتاكل صوابعك وراه. انت كنت فين؟ كنت فين ايه؟ كنت في المكتب. مكتب؟ مكتب ايه يا روح الروح؟ انت كنت مع واحدة. واحدة ايه انت التانية؟ شم، عاوزك تشم زين يا ولد عبد الحكيم. ايه ولد عبد الحكيم ده؟ انت افوك اتخلع خلاص. امك عايزة تجوزك صح؟ رحت معها لمين؟ شفت مين وقعدت معها يا مروان؟ انت اتخبلتي خلاص. اتخبلتي؟ انا مش خبلانة، انا عارفة انا بقول ايه ومش هسيبك الا لما تقول لي انت كنت مع مين. لا انت اتجننتي. مش هتطلع يا مروان الا لما تجر وتعترف انت كنت مع مين. ابعدي من وجهي دلوقتي. ابعدي انا عشان غيري يقعد؟ ما انت خلاص زهقت مني وعايز تغير فرشتك. واسم الله عليك محلو ومسبسب وماشيلي في البلد يا ما هنا يا ما هناك. ديك يا اخواتي. وطبعا حارم البلد كلها مش شايفه غيرك. امال مال وحسب ونسب واكبر عيله في البلد تتمنى تجوزك بنتها حتى لو كنت متجوز صح؟ وانت عارفه كل حاجه واعي وشاطره، يعني ممكن جوزك يروح منك في اي لحظه بسبب عمايلك دي. امك اللي اختارتها صح؟ ناديه حبيبتي مفيش حاجه. لا عايز يدك عني. ايه قولك ان انا هروح لامك ومش هسيبها الا لما تقول لي هي مين؟ انت مفكر انه خلاص رجعت معاك البيت يبقى كده خلاص؟ لا يا حبيبي يا حته من قلبي كله لكرامتي. انا رجعت هنا عشان ابوي قال لي ارجعي، لكن ان كان علي انا مش عاوز ارجع البيت ده تاني. هي وصلت لك ده؟ ايوه كده. طيب انقلعي. مع السلامة. مروان انت ليه عامل في نفسك كده؟ ما تسيبها تغور، دي ما تسواش اللقمة اللي بتاكلها يا اخوي. هي كانت تحلم تعيش في بيت زي ده ولا تتجوز راجل زيك. عيني عليك يا اخوي متجوز عقربه. بخي يا اختي في ودان وبخي. ما هي ناقصه مش كفايه امك. جرى يا بت مالك كده عماله تتشرطي وتتامري؟ فيكي ايه واقفه كده ليه؟ مش قلتي ما عايزاش البيت ده؟ ما عايزاش؟ بتغور في داهيه، ده الباب يفوت قرد مسلسل زيك. ده انا هكسر وراكي خمس بلاليس مش بلاص واحد. بلاليس يا اختي حلوه يا جميله. اوعي يا بت. انت بتمدي يدك على بنتي في ايه؟ انا مش بت، انا اسمي ناديه، واللي هيغلط فيا بعد كده ولا يقول لي كلمه مش عجباني هرد عليه بعشر. بعشرة ايه؟ بمية. ميت عفريت لما يتنططوا كده ونططوكي زي اليويو. ينططوكي يا بعيده يا مسهتنا يا اللي عامله زي المعزه السايبه اللي على حمي وانا بارد. مين دي يا بت؟ مين دي اللي عامله زي المعزه؟ حلو قوي، عملت ربطيه عليا؟ ده نقف قدام عشرة زيكم. وحياة امك. صح، علميها الادب يا فوزية. لا 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 يا عمتي، شفتي ده جديد؟ شوفي لك واحد قديم. الغل واكل قلبك وشايله ومعبيه مني عشان ابوي مرضيش يتجوزك وسابك اتعنسي. خليك كده اهري، ما انا بنت اللي رماكي ولا عبرك. مين ده اللي رماني ولا عبرني؟ ده بهاتل. تزعليش يا حبيبتي، ده كلب ولا يسوى وانت اللي رميتيه عشان تاخدي سيد سيده. اهري قسما بالله ما سايباك. روحي الحاج يمه، دي هتخلص عليها. احسن يقتلوا بعض ونخلص منهم التنين.
الو؟ ايوه، مين معايا؟ مش دي نمرة عبد الحكيم؟ انا حسن ولده. مين سعادتك؟ انا رتال بنت عمك يا حسن. ايه يا بنت عمي؟ خير، في ايه؟ حصل ميتة ده؟ طيب اهدي اهدي، ان شاء الله خير، احنا هنجيلك على طول، ما تقلقيش. كنت بتكلمي مين؟ بكلم حسن ابن عمك. ليه بقى ان شاء الله؟ مين قالك تعملي كده يا ريتال؟ مش لازم حد يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ هو احنا مش اهل؟ لازم يجوا يشوفوا احنا فينا ايه؟ بس ده غلط مش صح؟ لا مش غلط، اللي انا عملته ده هو الصح. مش يمكن عمك لما يجي يشوف ابوكي في المستشفى يعرف ان احنا ما كناش بنكذب عليه ولا حاجه؟ انت بتشحت يا ريتال؟ بشحت؟ لا ما بشحتش، بس بفكر. احنا لينا حق، لينا حق يا شهد. ابوكي سابه زمان، مش هينفع احنا نسيبه دلوقتي. وده وقت الكلام ده؟ اه وقته، وقته ان احنا نتكلم في الحاجات دي يا شهد. انت عايزه ايه؟ عايزه تلاقينا على الحديده؟ مش لاقيين ناكل؟ وفي الاخر نروح نسكن في العشوائيات؟ احنا كلنا بنشتغل يا ريتال. شغل ايه وزفت ايه؟ ده انا اللي كنت باخده من بابا في يوم بمرتب سنه. يا بنتي انا كنت بروح الشغل هانم، محدش كان يقدر يقول لي انت بتعملي ايه. مش فاهمه قصدك ايه. يعني العز اللي انت فيه ده، الناس اللي كانت بتقول لك يا هانم، اللي كانت بتفتح لك باب العربيه، كل الناس دي مش هتلاقيها. اول ما تبقي مفنسه يا شهد مش هتلاقيهم. مش للدرجه دي يعني. وحياه امك وامي هو ده اللي هيحصل، واكبر دليل العريس اللي كان يتمنى بس اقول له صباح الخير، اللي كان بيتصل بيا ليل نهار ما كنتش بعبره، اللي كنت بهزقه ما كانش يقدر يقول لي تلت التلاته كام، ده غير بقى امه اللي كانت بتفضل قاعده قدام امك ساكته غصب عنها وما بتفتحش بقها، اول ما عرفت طلعت الوساخة اللي جواها. بس احنا مش واعيين قوي كده يعني. لا وقعنا، وقعنا قوي يا شهد. لما نلاقي نفسنا على الحديده مش عارفين نعيش حتى بربع اللي كنا عايشين بيه، لما اصحابك يتصلوا بيكي يقولوا لك انزلي سهري معانا ما تقدريش تنزلي عشان ما معكيش فلوس، طز فيهم كلهم. مش مهم كلام، كله كلام، بس في الحقيقه بقى اول ما تقعي مش هتستحملي. انت هتقلبي دماغي ليه؟ بقول لك ايه، انت كل الكلام اللي انت قلتيه ده ما يفرقش معايا، انا اقدر اعيش تحت اي ظروف سواء معايا فلوس او معيش. ماشي لما نشوف. امك لو عرفت ان انت كلمتيهم هتقلبها مناحه، انت حره. لا ما تقلقيش، انا عارفه انا بعملي كويس قوي.